بالفرح والبهجة والسرور، عرس رمضاني يومي قبيل الفجر في كركوك بنكهة المسحرج العراقي. طقوس لم تمت رغم ظلام العراق فقرا وفسادا، إلا أن ليله وأهله ورمضانه حي بقلوب نغمات تحيي أنفاس الحياة والسعادة. الشوارع هنا والأزقة بتصفيق وتكتيك يتقنه أهل الصنعة الرمضانية، يجمع بين بغداد وكركوك، يجمع بين شمال البلاد وجنوبها. حالة لم تمت صامدة في وجه التكنولوجيا التي غزت هواتف المواطنين عبر تطبيقات كثيرة. اي نعم، هذا اكو موبايل، اكو مثلا كل شيء مثلا هسه، بس هاي تقاليد يعني شيء حلو، مثلا تقاليد قديم يعني كل سنه كل وقت مثلا، هذا شيء حلو مثلا، كلنا نحب هاي الشيء. محمد عبد الله مسحرجي خبير في تفاصيل الصنعه، يشكل فرقه موسيقيه بالوزن الرمضاني تبهج الناس. هم علموا باننا نحن نفطر على مود السحور، قعدوا دخل وقت السحور يشوفونا صبحيات يقول رحم الله والديك قعدتنا على السحور، لان اكو ناس يجي تعبان من الشغل ينام ما يضل عنده خبر، واحنا بالدفوف مالنا نفطر الدرابين نطوهم علم خبر يعني يقعدوا وقت السحور. اذا هاي شغله نفتخر بها وفي سبيل الله. بهجه يريدها العراقيون بعيدا عن صخب السياسه، فهم يبحثون عن طقس يجمع العائله تماما كما يجمعهم رمضان.